أولا أسرى مطالع دهم اسمك يا طيب؟ اسمي حمزة بن محمد العلوي من دمار جبل الشرق. اسمك؟ يوسف علي جراد ناوس الحميري من حجم ديرية العيدن. اسمك؟ عجم. هذا عجم حتى العدمان ما عاد خلوهم الله انت باكل هذا يسونا. هؤلاء أسرى الحوثة الذين تم أسرهم اليوم في جبل دهيضة وقرن الساعري والذين غرر بهم الحوثي حتى أن الأعجم والأصنج لم يسلم من هذا الحوثي الخبيث. رسالة إلى كل آباء وإلى كل من أراد أن يبقى ابنه بين أحضانه، عليهم أن يحفظوا أبنائهم من يد الحوثي الذي جعلهم طعم وجعلهم للسباع في هذه السحاري، سحاري الجوف التي تبتلع كل شيء. وهناك الكثير من الأسرى وهناك الكثير من الجثث تملأ السحاري والجبال. ونقول للحوثي أن مارب بعيدة كل البعد على أن يدنسها العميل الإيراني الحوثي، سيتكاثر وسيرجع وستبلعه سحاري الجوف. فعليه أن يكون ما حصل اليوم عظة وعبرة له ولمن زج بهم في التهلكة. هذا ما عندي.